كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السيد مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي، وذلك بحضور الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والسفير محمد الزويخ سفير دولة الكويت بالقاهرة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحب برئيس مجلس الأمة الكويتي طالبا سيادته نقل تحياته إلى أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت من جانبه. نقل السيد مرزوق الغانم إلى السيد الرئيس تحيات أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، مؤكدا اعتزاز بلاده بالعلاقات التاريخية الوثيقة التي تربطها بمصر، ومثمنا دورها في الحفاظ على أمن واستقرار الكويت والوطن العربي بأكمله ومساهماتها في ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيد الإقليمي وتعزيز وحدة الصف العربي. كما أشار السيد مرزوق الغانم إلى الدور المقدر للجالية المصرية ومساهماتها الملموسة في عملية التنمية في الكويت.